عاجل إثيوبيا تستفز مجلس الأمن، جلسة أمس ملهاش لازمة. وعاجل السودان وتهديد كبير يبعث برسالة لإثيوبيا. وعاجل أول قرار رسمي من مجلس الأمن في قضية سد النهضة. وفي خبر خاص تدخل أمريكي سريع لإنهاء أزمة سد النهضة قبل وقوع الحرب. وللأسف تفاصيل وفاة جيهان السادات زوجة الرئيس المصري الراحل أنور السادات. وروسيا تحذر مواطنيها من مصر، بننشر لحضراتكم التفاصيل. في البداية صلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار. واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر وطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وطنيين. نبدأ في تفاصيل أول خبر معانا. وإثيوبيا تستفز مجلس الأمن، جلسة أمس ملهاش لازمة. سيلشي في بيان مستفز أمام مجلس الأمن، قال وزير الري الإثيوبي سيلشي باكيلي أن مناقشة مجلس الأمن لأزمة سد النهضة تضييع وقت وموارد مجلس الأمن والأمم المتحدة، واصفا موقف إثيوبيا في هذا الملف بالعادل. وقال خلال الكلمة في جلسة مجلس الأمن المنعقدة مساء أمس الخميس بطلب مصري سوداني أن مجلس الأمن شجع الدول الثلاثة في جلسة العام الماضي لحل المسألة العالقة، وعبر عن دعم العملية التفاوضية التي أجراها الاتحاد الإفريقي لتسهيل المفاوضات والمشاورات. وأضاف أن إثيوبيا شاركت في المفاوضات بعد تجديد التزامها بحسن نية للتوصل إلى نتيجة مقبولة من الأطراف الثلاثة برعاية الاتحاد الإفريقي. أكد أن إثيوبيا تثني على جهود الاتحاد الحثيثة في هذه الظروف العصيبة بما في ذلك تقويض المفاوضات. وأشار إلى أن مجلس الأمن يناقش مشروع سد لتوليد الطاقة الكهرومائية، وهو ليس السد الأول من نوعه في إفريقيا أو في العالم. أكد أن إثيوبيا تبني خزانا لتخزين المياه بما يؤدي إلى توليد الكهرباء بضرب التوربينات. وأوضح أن خزان السد أصغر مرتين ونصف من السد العالي، وأن ما يميز مشروع سد النهضة من غيره هو الأمل والطموح الذي ولده ل 65 مليون إثيوبي لا يحصلون على الكهرباء. طبعا يعني هذا بيان مستفز ومليان يعني أكاذيب كتيرة، وهو في كلمة للتوصل لنتيجة مقبولة من الأطراف الثلاثة برعاية الاتحاد الإفريقي، وقال لك إن إحنا عندنا حسن نية. طبعا يعني كلام كذب في كذب. أترك لحضراتكم التعليق. وهذا كان بيان سيلشي باكيلي وزير الري الإثيوبي عن مجلس الأمن أمس. أترك لحضراتكم التعليق، عاوز أعرف رأيكم على هذا البيان الإثيوبي. لو حضرتك جيت لجزء ده من الفيديو، يا ريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة من الزرار الأحمر أسفل الفيديو. يلا نكمل الأخبار مع بعض. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا. وعاجل أول قرار رسمي من مجلس الأمن في قضية سد النهضة. شدد مجلس الأمن الدولي في جلسة خصصها يوم الخميس للنظر في أزمة سد النهضة على أهمية إطلاق حوار بناء بين أطراف النزاع الثلاثة برعاية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. أوضح مندوب تونس في مجلس الأمن خلال الجلسة أن تونس تؤيد اتفاقا ملزما بشأن سد النهضة ويحفظ الحقوق المائية للدول الثلاثة. مندوب بريطانيا في مجلس الأمن أمس قالت أن التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة يتطلب تسوية وتنازلات من كل الأطراف. ودعا مندوب كينيا في المجلس جميع الأطراف إلى العودة لطاولة المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي. وأعرب المندوب الروسي عن قلق موسكو من تنامي الخطاب التهديدي في أزمة سد النهضة. أضاف أن روسيا تتفهم موقف السودان ومصر من ملء وتشغيل سد النهضة، كما شدد على أن حل الخلاف لا يكون إلا عبر الدبلوماسية. وأضاف أن السلطات الروسية قلقة من تنامي الخطاب التهديدي في أزمة سد النهضة. من جهتها شددت المندوبة الأمريكية في المجلس على أن واشنطن تؤمن أن الاتحاد الإفريقي هو الأنسب لتسوية أزمة سد النهضة. أعرب مندوب فرنسا عن قناعته بإمكان التوصل السريع إلى حل تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، فيما قال مندوب الصين إن بكين تدعم الوساطة الإفريقية في أزمة سد النهضة وتدعو الدول الثلاثة الصديقة للحوار. المصدر معانا كان من RT. معظم المندوبين في مجلس الأمن عاوزين المفاوضات ترجع تاني لقصة الاتحاد الإفريقي
وزي ما حضراتكم عارفين ان الاتحاد الافريقي ما عرفناش نوصل فيه الحل، يعني احنا اصلا وصلنا لمجلس الامن عشان مش عارفين يعني نوصل لحل مع الاتحاد الافريقي. طبعا يعني زي ما بيقولوا هم مكبرين دماغهم او يعني مش مدركين مدى خطورة هذا الامر. في النهاية يعني محدش متوقع حاجة من مجلس الامن، احنا عارفين مجلس الامن مش هيطلع اي قرار، هيقول لكم يعني العبوا مع بعض، حلوا الموضوع ده مع بعض، ابعدوا عن دماغي معظم مندوبين مجلس الامن. ده يعني اللي حصل حاليا، ده يدل ان مصر يعني عارفة الموضوع ده من الاول، وهي رايحة زي ما تقولوا كده بتعمل اخطار لمجلس الامن في هذه القضية. ومجلس الامن يعني هذه اخر خطوة دبلوماسية بالنسبة لمصر، مفيش خطوة يعني اخرى. قصة ان احنا يعني نتفاوض تحت مظلة الاتحاد الافريقي كان نفع زمان، اكيد مش هينفع دلوقتي. من وجهة نظري محدش يتصدم من رأي روسيا في هذا الامر، لان روسيا يعني زي ما تقولوا بتقولك مصر والسودان تخبط راسها في الحيط، ويعني احنا متفاهمين القلق، ولكن يعني سد النهضة ده مشروع عظيم. روسيا من الاخر يعني هتكلمكم يعني ببساطة شديدة، ان روسيا عاوزة المنطقة يقوم فيها حرب عشان تبدأ يعني تبدأ تبيع سلاح، فهتستفاد ازاي روسيا وهي الدنيا ماشية بمفاوضات وبطريقة سلمية؟ لا، روسيا عاوزة عكس كده. ننتقل مع بعض لخبر اخر وعاجل، السودان وبيان وتهديد كبير يبعث برسالة لإثيوبيا. وزير الري والموارد المائية السوداني أكد أن القرار الإثيوبي بالبدء في ملء سد النهضة للعام الثاني على التوالي يشكل تهديدا خطيرا للسودان. وقال في رسالة بعث بها لنظيره الإثيوبي بيكيلي ثيلشي لإثيوبيا: قد قررت ملء السد للسنة الثانية فعليا في الأسبوع الأول من شهر مايو، عندما قررت مواصلة تشييد الممر الأوسط للسد. لذلك من الواضح أنه عندما يتجاوز تدفق المياه سعة البوابتين السفليتين فسيتم تخزين المياه إلى أن يمتلئ السد وتعبر المياه من فوقه في نهاية المطاف. وزير الري السوداني وضح في رسالته لنظيره الإثيوبي أن المعلومات التي قدمتها أديس أبابا بشأن الملء للسنة الثانية ليست ذات قيمة تذكر بالنسبة للسودان الآن، بعد أن تم صنع أمر واقع على سد الروسيرس. وقال ان السودان قد اتخذ تدابير كثيرة للحد من الاثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتوقعة للملء الثاني الاحادي لسد النهضة، ولكنها لن تخفف الا قليلا من التداعيات السلبية على التشغيل الامن لسدودنا الوطنية. واكد مجددا ان الوضع ده يتعارض بشكل مباشر مع مبدأ التعاون وعدم تسبب اضرار ذي شأن المنصوص عليها في اعلان المبادئ المنصوص عليها في مبادئ القانون الدولي للمياه، حيث أن تدابير الحد من الأضرار التي اتخذتها السودان بسبب عدم تعاون إثيوبيا كلف السودان بسبب عدم تعاون إثيوبيا ذات كلفة اقتصادية واجتماعية فادحة. علاوة على ذلك، فإن ملء تشغيل سد كبير مثل سد النهضة دون إجراء دراسات أساسية وضرورية جدا لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي يعد انتهاكا مباشرا للممارسات والأعراف الدولية المستقرة في بناء وتشغيل السدود الضخمة. المصدر معانا كان من سونا، وهنا اعتراض واضح من السودان على عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وخاص، تدخل أمريكي سريع لإنهاء أزمة سد النهضة قبل وقوع حرب. أفادت مصادر أن أمريكا ستقوم بعقد محادثات منفردة مع أطراف سد النهضة لاحقا، وأنها أبلغت مصر والسودان عزمها التدخل لإنهاء أزمة سد النهضة. وكان تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاتصال تناول التباحث والتنسيق بشأن مستجدات قضية سد النهضة في ضوء انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة للنظر في القضية وعضوية تونس الحالية في الجلسة. واتجهت الأنظار أمس الخميس لجلسة مجلس الأمن، وزي ما حضراتكم عارفين أن الوزير سامح شكري حث خلال جلسة مجلس الأمن الدولي على مطالبة مصر والسودان وإثيوبيا بالتفاوض على اتفاق ملزم في غضون 6 أشهر بشأن قضية سد النهضة
شدد إن 10 سنوات من المفاوضات حول السد فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه في اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، والتي يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وللأسف تفاصيل وفاة جيهان السادات زوجة الرئيس المصري الراحل أنور السادات. في البداية البقاء لله، يعني إن شاء الله ربنا يرحمها. ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعد صراع قصير مع المرض. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة قرارا بمنح جيهان السادات وسام الكمال مع إطلاق اسمها على محور الفردوس. وعلق محمد أنور السادات أحد أفراد عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات على وفاة أرملة الرئيس الراحل قائلا: إنها أصيبت بمرض منذ أكثر من سنة ونصف، وكانت تعالج بالخارج لفترة وعادت إلى مصر، وكانت تتلقى العلاج في أحد المراكز الطبية، وعلى مدى الأسبوعين الماضيين لم تكن على ما يرام، وكانت الحالة حرجة والزيارات لها تكاد تكون ممنوعة، مؤكدا عدم إصابتها بالوباء. مصدر معانا كان من RT واليوم السابع، وربنا يرحمها إن شاء الله ويجعلها من أهل الجنة، ويجعل الرئيس الراحل محمد أنور السادات من أهل الفردوس بإذن الله. وننتقل لخبر آخر معانا، وروسيا تحذر مواطنيها من مصر. بننشر لحضراتكم التفاصيل. أفاد مركز فوبوس الروسي المتخصص في أمن البيئة أن روسيا مقبلة على موجة من الحر الشديد على الجزء الأوروبي منها. وأعلن المتخصصون في صندوق فوبوس عن رقم قياسي جديد في درجة الحرارة في مدينة سان بطرسبرغ، حيث بلغ 31.7 درجة مئوية فوق الصفر، كما اقتربت درجة الحرارة في منطقة مورامانيسك أيضا فوق 30 درجة مئوية، كما غطت الحرارة مناطق أخرى من شمال روسيا ووسطها. وقال خبراء الأرصاد في بيان: ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي مرتبطة بالإعصار الإسكندنافي المضاد، وانتشر تأثيره من المناطق القطبية إلى الروافد الدنيا من نهر الفولجا. وقال خبراء الأرصاد الروس إن مؤشرات درجة الحرارة ستكون مماثلة تماما لمناخ يوليو في محافظة القاهرة المصرية. المصدر معنا كان من نوفوستي. طبعا روسيا هنا بتحذر مواطنيها من طقس مصر الحار في هذا الوقت، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر سريع معنا، والرئيس السيسي يظهر على دراجة وسط المواطنين في مدينة العلمين. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية بالدراجة صباح اليوم الجمعة بمدينة العلمين الجديدة وسط عدد من المواطنين. وظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يحيي عدد من المواطنين في المنطقة، والتقط مقطع فيديو للرئيس وهو يقود دراجته الهوائية، بينما لوح برد التحية لبعض المواطنين قائلا: السلام عليكم. مصدر معنا كان من القاهرة 24 وRT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. جينا لنهاية نشرة الأخبار البسيطة، يعني أتمنى أكون خفيف على حضراتكم متقلتش عليكم. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.